مرحبا، هل منخلق مناعة ضد الكورونا؟ وهل إذا أصبنا أول مرة معقول نرجع نصاب؟ هيدول السؤالين أكثر شيء شغلين العالم وأيضا الأطباء والدراسات كلها بهذا الاتجاه. أولا بميل الأطباء ليقولوا أنه طبعا الجسم بيخلق مناعة بوجه أي فيروس إذا قدر يشفى منه، وذلك بيكون عبر الأجسام المضادة أو الأنتيباديز اللي بيخلقون لحتى يواجه هذا الفيروس بحال رجع. ولكن بعضهم الأطباء بيطوروا السؤال عن سؤالين أساسيين أو البحث عن سؤالين أساسيين. السؤال الأول هو هل عدد الأنتيبوديز اللي عم يخلقهم جسمنا كافيين لمحاربة هيدا الفيروس بحال رجع؟ والسؤال الثاني قدي فترة بضل هيدول الأنتيبوديز فعالين بقلب جسمنا؟ أقرب مقارنة عم بيقوموا فيها الأطباء والدراسات هلأ هي على فيروس سارس اللي صاب العالم بال2002 وال2003 لأنهم تقريبا من نفس العائلة، وبالتالي عم بيرشحوا انه تكون الفترة الزمنية بهيدا الاطار، يعني يضل الجسم قادر يقاوم اذا بحال عاد هيدا الفيروس لقاله سنتين او ثلاثة، بينما في بعض الاطباء بعدهم عم بيحكوا بحدود السنة بس. هيدا من جهة. من جهة تانية، هل اذا رجع فيروس كورونا منرجع منصاب او هل ممكن اذا شفينا منه نرجع ننصاب؟ هذا السؤال عنده أكثر من جواب. طبعا ممكن نرجع ننصاب، ولكن بيقول بعض الأطباء أنه مناعتنا بتكون قوية صارت على هيدا الفيروس وبالتالي بيجي أخف. ولكن في بعض الأطباء عم يحكوا عن ميوتيشن أو طفرة، وهذا الشيء اللي أثبت لأنه كان في دراسة على شخص على 103 أشخاص أصيبوا بهيدا الفيروس وتحديداً بفيروس كورونا، واتضح أنه له أكثر من شكل وتبين أنه له شكلين لحد هلأ، وبالتالي هيدا هي الطفرة اللي عم نحكي عنها أو الميوتيشن. وذلك يعني بيقول انه معقول اذا الشخص انصاب اول مره بالكورونا فيروس ممكن بالمره الثانيه ينصاب بالشكل الاخر او اللي نشا فيه طفره، وبالتالي بيكون كانه الجسم عم بحارب فيروس جديد. بالولايات المتحده الامريكيه وايضا ببريطانيا بلشوا يعملوا تيست او فحوصات للعالم اللي كانوا عرضه لهيدا الفيروس او اصيبوا لحتى يشوفوا اذا خلقوا مناعه له. منشوف هيدا الفيديو. So COVID-19 immunity is a big statement, okay? What our test tells you is that they've been exposed to COVID-19, are producing antibodies to COVID-19, okay? As far and there are some papers that suggest that they will have a likely immunity to it. So there are clinical studies that suggest that they will have a likely immunity to it. If somebody has recovered, hopefully they've made the appropriate immune response and therefore you can find these antibodies. So can they go back to work, to school, you know, their daily activities knowing I'm immune? البعض بيسأل شو نفع هذا الفحص؟ هذا التيست غير أنه بيمكن الأطباء يعرفوا إذا نحن منخلق مناعة كافية لمواجهة هذا الفيروس إيه أم لا، بيعطيهم داتا لمعرفة نسبة الأشخاص اللي عندها هيدا المناعة. وهون منبلش نحكي عن شيء اسمه herd immunity. الherd immunity هي النسبة المئوية للأشخاص اللي أصيبوا أو كانوا عرضة لهذا الفيروس وخلقوا مناعة له أو بوجهه. بس تصير هيدا النسبة فوق 70% يعتبر العالم صار بأمان، وصار في أكثر من 70% من الأشخاص شكلوا مناعة بوجه هيدا الفيروس، وبالتالي ببطل في خطر الانتشار.